واكيد كمان الكل بانتظار مباراه المنتخب اليوم الساعه 3:30، ولكن ايضا بانتظار تفاصيل حاله الطقس، لانه في هيك اقاويل يمكن، ودائما بنقول ما في داعي انه ناخذ المعلومه الا من المصدر، ومصدرنا الرسمي هو دائره الارصاد الجويه، واليوم رح نعرف من خلالهم، من خلال استاذ صالح الشياب، شو تفاصيل حاله الطقس. صباح الخير استاذ صالح. صباح الخير اختي اكساندرا، وصباح الخير لاخي مجهم وفريق عمل يوم جديد. أسعد الله صباحك دائما بكل الخير. احنا على اتصال دائما مباشر وعبر شاشة التلفزيون الأردني. تحدثت أمس تحديدا مع زملائك أستاذ صالح بما يتعلق بالقراءة للحالة الجوية، هل لك أن تضعنا الآن خلال الساعات القادمة والأيام القادمة، وأعتقد أن يوم الأربعاء تحديدا أن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي من أصل قطبي، هنا تكمن الأهمية. نعم. كل ذلك وأكثر من خلالك أستاذ صالح. الله. بداية أسعد الله صباح النشامة وصباح أخواننا المشاهدين في أردن الخير. نعم. طبعا اليوم المملكة بتتأثر بكتلة هوائية مستقرة، لذلك أثناء ساعة النهار هناك ارتفاع قليل على درجات الحرارة وأجواء باردة في المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت بإذن الله، وهناك ظهور لبعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة ورياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وفي ساعات الليل أجواء أكثر برودة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة ورياح أيضا جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. نحذر من خطر احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، وأيضا خطر تشكل الصقيع في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية ومناطق البادية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم هي حول معدلها لمثل هذا الوقت من السنة، حيث في مدينة عمان 11 درجة مئوية، مناطق المرتفعات من 8 إلى 2، مناطق البادية من 15 إلى 4، الأغوار من 18 إلى 12، وفي خليج العقبة من 21 إلى 11 درجة مئوية. أما يوم الأربعاء تتأثر بإذن الله المملكة بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، مرافقة هذه الكتلة لمنخفض جوي يتمركز بإذن الله شمال سوريا، لذا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة جدا وغائمة وماطرة بإذن الله، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق. هذا التساقط من الممكن أنه يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه أيضا، كما وتسقط بمشيئة الله في ساعات المساء والليل الثلوج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى والجنوبية من المملكة بإذن الله، وهناك رياح غربية نشطة السرعة تصل سرعتها ما بين 50 إلى 70 كيلومتر في الساعة، يرافقها هبات قوية أحيانا تتجاوز سرعة هذه الهبات 80 كيلومتر في الساعة في بعض المناطق، تكون نتيجة هذه الهبات القوية من الرياح تكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. نحذر هنا من خطر يوم الأربعاء من خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، وأيضا خطر الانزلاق على الطرقات مع هطول المطر والبرد والثلج بإذن الله، وأيضا خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة في المناطق التي لا تشهد هطولا للأمطار وقبل هطول الأمطار، وأيضا نحذر من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء بإذن الله العظمى في مدينة عمان 6 درجات مئوية، وهي أقل من المعدل لمثل هذا الوقت من السنة تقريبا 5 درجات مئوية، وتنخفض أثناء الليل إلى الصفر المئوي بإذن الله في مناطق المرتفعات من 4 إلى ناقص 1، في مناطق البادية والسهول من 7 إلى درجتين، مناطق الأغوار من 14 إلى 6 درجات، وفي خليج العقبة من 17 إلى 8 درجات مئوية. صالح سريعا، يعني احنا بنعرف يمكن متغيرات بتطرأ احيانا على حاله الطقس، وبنعرف دائما احنا بنحكي حاله الطقس ولكن بنقول بمشيئه ربنا، ولكن بالنسبه لتساقط الثلوج، هل تساقط الثلوج رح يكون بكميات نوعا ما كبيره يؤدي الى تراكمها، ولا مجرد تساقط ممكن انه يدوب يعني ما يصير في اي تراكم؟ احنا متوقعين انه يكون في بعض التراكمات اختي ساندرا على المرتفعات الجبليه العاليه مثل مرتفعات الشراه، مرتفعات الطفيله،
مرتفعات عجلون، لكن هذه التراكمات راح تكون تقريبا ما بين 8 سنتي إلى 10 سنتي، يعني مش راح تتجاوز هذا الارتفاع في على قمم الجبال. في مناطق زي مثلا مناطق غرب عمان أو المناطق المجاورة لها من مرتفعات البلقاء ممكن يكون في بعض التراكمات في حوالي 4 سنتي. إذن هذا مرتبط بارتفاع المناطق تحديدا على عموم المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا موصول لك الأستاذ صالح أشياب من دائرة الأرصاد الجوية.